السلام عليكم ورحمة الله. لتسجيل أو لعمل كويز إلكتروني لدرس من دروس الرياضية اللي بها رياضيات، مثلا اخترينا درس الانجينيرنج أناليسيز على اعتبار درس برياضيات بمعادلات، شو راح نسوي هذه المعادلات بال يعني بالكويز الإلكتروني الموجود على منصة كلية العراق الجامعة المعتمدة بشكل أساسي على المودل. بعد ان عملنا الكويز، يعني اعدادات الكويز كملناها، هذه كلها اعدادات الكويز كملناها، من اسم من تواريخ كملنا الاعدادات. حاليا احنا ما ضايفين اسئله، نو كويستشن هاف بين ادد يت، فممكن اضغط على ايديت كويز وابدا بعمليه اضافه الاسئله واحد تلو الاخر بالطريقه المعروفه لجميع الاساتذه. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، هذه الطريقة إذا سويت إديت كويز وقمت أضيف الأسئلة واحد تلو الآخر، الأسئلة هنا ما راح تكون راندم، راح تكون الأسئلة كلها يعني كلها موحدة وتجي للطلاب كلهم نفس الأسئلة. وقلنا هذه الطريقة قدر الإمكان نبتعد عنها لأن تساعد على الغش بين الطلبة. فالطريقة الأفضل والأمثل هي طريقة الراندم. هنا إذا جيت سويت إديت كويز بعد ما أقدر أسوي إديت راندم بالوقت الحالي. ليش؟ لأنه حاليا أنا ما عندي كويستشن بانك حتى اقدر اسوي من عنده راندوم. فالافضل بالبدايه اخلق كويستشن بانك وبعد ذلك اروح لعمليه الايديتنج للكويز واضيف الاسئله. فاذا قبل ما اسوي ايديت كويز اروح هنا الى الكويستشن بانك، هذا كويستشن بانك كويستشنز، اضيف الاسئله، ادخل الاسئله ايش قد عندي 10 20 30 سؤال ادخلهم وبعدين اختار من عندها الراندوم في عمليه خلق الكويز. طريقة الإضافة بالكويستشن بانك مثل ما قلنا نحدد الكاتيجوري، حاليا لأنه كاتيجوري واحدة فما عندنا خيار آخر. أجي الآن أضيف الأسئلة واحد تلو الآخر، كرييت نيو كويستشن، أبدي أضيف الأسئلة. السؤال الأول على سبيل المثال لو كان عندي سؤال مالتي تشويس أختار مالتي تشويس وآت، هذا الشيء معروف والبدايات معروفة، ولكن الجديد هنا لما يكون عندي السؤال رياضيات أكتب على سبيل المثال question 1، هذا السؤال شنو تريده؟ مثلا أنا مختار هذا النمط من الأسئلة، مثلا أريد هذا السؤال، أكتب هذا السؤال، أريد اللابلاس ترانسفورم لهذه الدالة هل تساوي هذا الخيار أم تساوي هذا الخيار؟ فأحاول أستنسخ هذا السؤال بعد أنا مطبوع عندي بالوورد بالكويجن اديتر، فمباشرة هنا نسخة وألصقه في هذا المكان، بس مو ألصقه بشكل مباشر، أفتح هنا هذه راح أضيف ادفانسد بوتنز، وهنا هذا محرر معادلات كويجن اديتر، يفتح عندي الكويجن اديتر مباشرة أسوي لصق إلى الدالة، هاي الدالة لصقها بهذا الشكل، هذا الشكل المرئي، اما البريفيو الحقيقي له راح يكون بهذا الشكل، يعني يظهر بهذا الشكل تماما اللي هو الشكل الرياضي الحقيقي. سيف اكويجن، الان دخلت الداله، هسه اجي الى تشويسز مالتها، اجي انا عندي هنا تو تشويس حسب السؤال تو تشويس، اجي للتشويس الاول، هذا التشويس الاول اظلله واسوي له هذا اظلله واسوي له كنترول سي يعني كوبي، وارجع مره ثانيه الى تشويس نفس الكلام تشويس الاول، ايضا اجي افتح محرر المعادلات، هذا محرر المعادلات، وانسخ كنترول في نسخت الاختيار، خلصت راح يظهر بهذا الشكل سيف اكويجن. لو كان هذا الاختيار هو الاختيار الصحيح فانطيه درجه 100% على اعتبار هو الاختيار الصحيح، واروح الاختيار الثاني هسه، اروح للاختيار الثاني ايضا نفس الكلام اظلله وكنترول سي حتى انسخه والصقه بعد ان اضيف محرر المعادلات، هذا اللي هو هاي الايقونه مالته يفتح عندي وانسخ المعادله. شوف البريفيو مالته راح تظهر بهذا الشكل، يعني بالضبط نفس الشكل الحقيقي للمعادله المكتوبه على الورق. لان هذا الخيار خاطئ فهنا اتركه نون، اذا التشويس والجريد مالته نون على اعتبار هو اختيار خاطئ. هنا التشويس والجريد مالته 100% يعني ياخذ الفول مارك. بعد ما عندي تشويسز فقط هذا التشويس، اذا مباشره اروح الى سيف تشينجز، الان صار عندي سؤال متكامل، سؤال رياضي يعني كامل بالحقيقه مالتي تشويس. لو اريد على سبيل المثال اشوف هذا السؤال، اريد اشوف الشكل اللي يظهر بالسؤال، هسه الان السؤال اضيف
الى بنك الاسئله. انا حاليا موجود في الكوشن بانك في بنك الاسئله وضفت السؤال الاول، ابدا اسوي له بريفيو حتى اشوف شلون يظهر للطلبه اذا انعرض. هاي هي البريفيو مالته، راح تظهر عندي اشوفه مقنع ما مقنع، بنقص بخلل اتاكد من عنده، بالذات اسئله الرياضيات يجب ان نتاكد من عندها، لانه مرات شكل الكتابه هسه الان مقتنع بها اللابلاس ترانسفورم لساين 2 تي ناقص اي اس تي سيلكت 1، اما هذا الخيار او هذا الخيار، اذا اشوف هذا الشكل مقنع ما يخطئون به الطلبه، ما يقرونه بطريقه خاطئه، خلاص هاي انتهى السؤال. لا والله اشوف ان هذا الشكل قد يكون به خطا، يعني الطالب قد يقرا بطريقه خاطئه، احاول اضيف له اقواس اعدلها بطريقه يكون يفهمها الطالب. الان انا اشوف السؤال هذا واضح، يختار الاختيار الاول او الاختيار الثاني، هاي هي البريفيو هنا انتهت. هذا السؤال الاول، اريد اضيف سؤال ثاني من نوع ثاني، اريد اضيفه مثلا من نوع ترو فولز، هذا ترو فولز اد على سبيل المثال، اذا هذا تنويع بالاسئله كويستشن 2 كويستشن 2 واضيف السؤال هنا، شنو السؤال؟ مثلا انا مختار هذا السؤال هذا ترو فولس، يقول هل ان لابلاس الى ساين تي على تي يساوي تان انفرس اس؟ ترو او فولس؟ انسخ السؤال واضيفه بمحرر معادلات بعد ان افتح هاي، نعم خلي افتح هاي، اضيف الاديتر الكويجن اديتر، انتظر يحمل حتى اضيف السؤال، اضيف السؤال هنا كنترول في، ضفت السؤال هاي البريفيو مالته حتى اتاكد منها، سيف اكويجن واجي اختار الانسر مالته، اختار اشوف الكوريكت انسر، هذا هو السؤال هل هو ترو او فولس، هذا طبعا الجواب مالته مثلا على سبيل المثال ما ادري فولس اختار فولس، واذا كان الجواب مالته ترو اختار ترو، خلينا نفترض ترو، هذا اختاريت الجواب، اذا اختاريت هل ان اللابلاس الى هذه الداله يساوي هذه الداله، الجواب ترو، خلصت ما عندي شيء، اخزن التغييرات الموجوده اخزنها واسوي له بريفيو حتى اشوف الشكل اللي يطلع عندي، شكل مقنع لو مو مقنع. الان تم اضافه السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني، هذا السؤال يمكن اجى زايد، يمكن نتيجه اكثر من كليك ضغطت، خلينا نشوف هسه هذا السؤال مقنع، اسوي له بريفيو. اللابلاس الى الساين تي على تي يساوي تان انفرس، حاطها بين قوسين اس سيلكت 1 ترو او فولس، مقنع هذا الشكل، مقنع ما مقنع، احاول اعدله يعني بالطريقه اللي اشوفها مناسبه. وهكذا العمليه مستمره، استكمل بقيه الاسئله، هسه نزلت انا كويستشن 1 كويستشن 2 وهكذا بنفس الطريقه كويستشن 3 و 4 و 5 واسوي لي مثلا 10 اسئله، لما سويت لي على سبيل المثال 10 اسئله الان صار عندي الكويستشن بانك متكامل ب 10 اسئله، اقدر اروح اسوي عمليه تحرير الى الكويز واضيف اسئله راندوم، الاسئله الراندوم اللي اريد اجيبها للطلاب هي واحد سؤال من 10، سؤالين من 10 اسئله، ثلاث اسئله، اربع اسئله، خمس اسئله، 10 اسئله، 10 من 10 تجي كلها، 11 من 10 ما يصير 11 من 10 لانه راح يصير عدد الاسئله اللي انا مقررهم حتى اكثر مما موجود في البنك، فيكون يفضل ان يكون عدد الاسئله المفروض تكون عدد الاسئله هي اقل من 10، اقل او يساوي 10. إذا استمرينا الآن بعملية إضافة الأسئلة ولتكن مثلا 10 أسئلة، خلاص أكملها بنفس الطريقة، أروح إلى صفحة الأدمن وأسوي إيديت كويز حتى أبدي أضيف الأسئلة إلى الكويز، إذا أنا سويت إعدادات الكويز ثم سويت الكويستشن بانك، هسه الآن أضيف أسئلة إلى الكويز، حاليا الكويز ولا سؤال موجود به، فأأشر على الشفل وأضغط على الأد وأختار راندوم كويستشن. اوكي بالطريقه اللي شارحينها سابقا، احنا هذه ايش قد اريد انا كم سؤال اجيب، على سبيل المثال اريد مثلا حاليا انا مسوي فقط سؤالين، طبعا انا ما راح افترض انه مسوي سؤالين، انا راح افترض مسوي 10 مسوي 15 سؤال، بس انا راح افترض انه حاليا عندي كمثال هو فقط سؤالين وراح اختار سؤالين، هذا هو اللي اختاره كل السكشنات حاليا، انا ما عندي سب يعني كل الكاتيجوري ما عندي سب كاتيجوري، بس انا اشرها بشكل عام. اوكي اذا انا راح اجيب مثلا سؤالين من راندوملي من الكويستشن بانك، اذا حطيت خمسه فخمس اسئله، اذا حطيت سته ست اسئله وهكذا، هذا شارحينه في فيديو سابق اد راندوم كويستشن. اذا هسه واضح انه هو ضاف سؤالين، هسه السؤالين دول
مضافين للكويز، يعني هسه الكويز جاهز انه الطلاب يدخلون عليه. نعم جاهز يدخلون عليه، راح يلقون سؤالين. السؤال الاول ما يعني ما اعرف شنو، حتى استاذ الماده ما يعرف شنو السؤال الاول ولا يعرف حتى شنو السؤال الثاني، لانه راح يجون راندوم، راح يجون سؤالين بشكل راندوم من مجموعه الاسئله المخزونه في الكويشن باك. هاي بعد لك خيار ان تحدد الويت مال الدرجه، الويت الكلي مال الدرجه على اعتبار انها درجه درجه، او تقدر تسويها ليش تغير، خليها هاي 10 على اعتبار انت مختار بس 2، فتقدر تخلي هذا عليه 5 وهذا عليه 5 وهذا ايضا راح يسوي عليه 5، هذا ايضا يعني هذا يصير عليه 5 درجات وهذا يصير عليه 5 درجات، تنتهي السالفه 5 درجات بخمس درجات، خلينا نكتبها عدل بشكل صحيح، 5 درجات هذا 5 اوكي، هاي 5 5 في السؤال كله عليه 10. هاي هسه الان رتبت الاسئله بطريقه راندوم. هذا كل ما في موجود في كيفية عمل أسئلة راندوم، هذا أولا، وثانيا أسئلة رياضيات يعني بها معادلات، وهذا ينطبق على كل الدروس اللي بها معادلات رياضية. شكرا جزيلا لاستماعكم.